مساء الخير بنرحب بحضراتكم من جديد ومن على الممشى السياحي مستمرين مع حضراتكم في رصد فعاليات اليوم الختامي لمهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية تحت شعار العالم علمين الحقيقة تابعنا النهارده البيان الختامي لإدارة مهرجان العالمين الجديدة اللي أعلنت من خلاله عن انتهاء النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة تحت شعار العالم علمين واللي قدم خدمة توعوية وتثقيفية وسياسية وتنموية لمدينة العالمين الجديدة وللدولة المصرية وللشعب المصري العظيم، الحقيقه ده حصل من خلال الفعاليات الشامله والمتنوعه اللي تقدمت لكل الفئات المصريه بمختلف الفئات العمريه والاقتصاديه والصحيه وغيرها، طبعا البيان الختامي تضمن العديد من الرسائل الهامه ولكن طبعا كان من اهمها انه تحقق نجاح المهرجان بزياره 104 جنسيه من الدول العربيه والدول الاجنبيه، وكمان زياره العديد من المسؤولين والسفراء والدبلوماسيين من الدول العربيه والاجنبيه لمهرجان العالمين الجديده. الحقيقه ده كان بيحصل في اطار قوي جدا من الترويج السياحي لمدينه العالمين الجديده ولمنطقه الساحل الشمالي وطبعا قدمت اداره مهرجان العالمين الجديده الشكر لكل الشعب المصري المشارك في انجاح المهرجان وكمان قدمت الشكر لرئاسه مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات المعنيه اللي ساهمت في انجاح مهرجان العالمين الجديده في نسخته الثانيه واكدت اداره المهرجان من خلال بيانها الختامي عن ان 60% من ارباح مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية موجه لدعم القضية الفلسطينية وياتي ذلك تماشيا مع توجه الدولة المصرية لدعم قضية القضايا القضية الفلسطينية والحقيقة على مدار 50 يوم كنا متابعين مع حضراتكم وبنرصد وبنوثق من خلال شاشة سي بي سي كل الفعاليات المتنوعة اللي بتحصل في مهرجان العالمين الجديدة سواء كانت الفعاليات الثقافية أو الترفيهية أو الفنية أو الرياضية واللي شارك فيها أكثر من 2 مليون زائر لمهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية والحقيقة كمان الفعاليات ساهم فيها العديد من المواطنين من مصر ومن الدول العربيه ومن الدول الاجنبيه علشان يستمتع كل جمهور وزوار مهرجان العالمين الجديده بكل الفعاليات اللي بتحصل في اطار الفعاليات الثقافيه والرياضيه والترفيهيه والفنيه في النسخه الثانيه من مهرجان العالمين الجديده تحت شعار العالم علمين، النهارده اليوم الختامي طبعا بيشهد حفل ضخم جدا لاقوى مهرجان ترفيهي في منطقه الشرق الاوسط، حفل ختامي قوي جدا لمهرجان العالمين العالمين الجديدة طبعا بيقام النهارده حفل قوي جدا في منطقه اليو ارينا وبيحييه طبعا النجم ويجز يعني حفلته اصبحت كامله العدد ونفذت جميع التذاكر ليها كمان حفل قوي جدا في المسرح الروماني وحفل ضخم وقوي جدا في المنطقه الترفيهيه ومنطقه الملاعب متمثل طبعا في العاب مائيه ومتمثل في العاب ناريه ومتمثل في العديد من الانشطه والفعاليات اللي تحصل داخل المنطقه الترفيهيه علشان يستمر مهرجان العالمين الجديده في نسخته الثانيه في تقديم كل المتعه وكل التنوع لاخر دقيقة في مهرجان العالمين الجديدة لكل زواره سواء من مصر أو من الدول العربية أو من الدول الأجنبية وطبعا احنا مستمرين مع حضراتكم لنهاية اليوم عبر شاشة سي بي سي في رصد كل اللي بيحصل وكل الفعاليات المتنوعة وكل المتعة اللي بتتقدم لجمهور وزوار مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية تحت شعار العالم عالمين.